مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم في حصاد 2019 لقناة الأنيس. وفي فقرته الأخيرة، بعدما تناول الزملاء مختلف المواضيع طيلة هذا اليوم في تغطية مفتوحة، لنعود إلى هذه الفقرة والتي أستضيف فيها زميلين عزيزين كان رفقاؤكم عبر شاشة الأنيس طيلة هذا العام. ولكن قبل أن نعرفكم بهما، نذهب لنشاهد هذا الفيديو ونعود. سلام الله عليكم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، أهلا بكم في عدد جديد من المرصد. تعد البحيرات وكافة تجمعات المياه الراكدة بيئة طبيعية متميزة عن مياه الأنهار من عدة نواحي، أولها قلة الرصبيات والنباتات. فماذا لو تعرضت هذه البحيرات لأذى البشر مثل ما حدث مع بحيرة سيدي محمد بن علي بولاية سيدي بلعباس التي أطحت مكبا للنفايات، وهو ما سنشاهده في الروبورتاج الذي أعدته الزميلة بدرة مغربي. أستاذ سليم، مرحبا بك معنا اليوم. أهلا وسهلا أستاذ، شكرا لك. مرحبا بك وبكل سكان مدينة ورقلة. تعد الأسكلة وتدوير النفايات من الحلول الأكثر نجاعة لتحويل المواد المستهلكة إلى مواد أولية جديدة صالحة للاستعمال مرة أخرى. في روبورتاج عدد اليوم سنذهب بكم لنموذج من هذه النماذج ونحط الرحال بولاية بشار مع مشروع شبابي صديق للبيئة رصدته كاميرا الزميل محمود بوزيان، فلنتابع. أهلا من جديد. دوليا، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين الماضي إنهاء خدمات جميع مستشاريه بغض النظر عن مسمياتهم ودرجاتهم وإيقاف حقوقهم وامتيازاتهم دون ذكر للأسباب التي دفعته لهذا القرار المفاجئ. يجب على كل المجتمعات أن تكون مترابطة مع بعضها البعض من أجل حماية البيئة من التلوث ومن أجل إيجاد حلول مناسبة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامجكم الأرض الخضراء، وإلى لقاء آخر وقضية أخرى. تقبلوا تحياتي وتذكروا دوما أن البيئة هي عنوان الحياة. إلى اللقاء. هي جنة. تحية مجددة لكم مشاهدينا الأفاضل ولكل من التحق بنا الآن في هذه التغطية لحصاد 2019 لقناة الأنيس الفضائية. بعدما شفنا مقتطفات من الفيديو، أكيد أنكم عرفتم من استضفت معي اليوم. معي عبد الغني بلاش. مساء الخير. مساء الخير. أهلا. شكرا يا معاد. الله سعيد. أشكر على الدعوة، الحاجة الأولى. وحاجة ثانية هي وقفة كذلك لربما نستذكر فيها ربما السنة اللي جمعتنا فيها يعني أعمال الأنيس، ومشكورين. وعلى يساري محمد الأمين أندلسي، شرفتنا محمد. أهلا بك وشرف لك طبعا. بعد أن أصر معاذ على أن نمر معه في ختام هذه الفقرة. شكرا. ربما اليوم نجد أنفسنا ضيوف على غير العادة. إن شاء الله. نبدأ مع عبد الغني وبرنامجك الأرض الخضراء عبر قناة الأنيس اللي بدأ ما عندوش بزاف. لكن قبل ما نبدأ نهضروا على عبد الغني، نشوفوا المقتطفات عن الأرض الخضراء ونعود نقول. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها. لا تقف في بداية الطريق إن وجدت صخرة، فهذه جزء من جسر ستبنيه يوما لمستقبلك. وجهتك ليست مكانا تصل إليه، إنما هي طريقة جديدة ترى بها الأشياء. الأرض الخضراء تطل عليكم عبر قناة الأنيس لتخصص لكم هامش أخضر شعاره البيئة عنوان للحياة. وفي عدد اليوم سنتطرق للمواضيع التالية. غير بعيد عن مدينة سيدي بلعباس وتقريبا عند سفح جبل تسالى ببلدية عين تريد،
توجد بحيرة سيدي محمد بن علي أو كما يسميها البعض بلاكي، التي تعد فضاء طبيعيا خلابا وفريدا يجمع بين خضرة النبات وزرقة ماء البحيرة. لكن وللأسف عدم الاهتمام بهذه البحيرة من قبل السلطات وكثرة الأوساخ التي يخلفها الزوار جعل منها مكبا للنفايات وحول منها فضاء ملوثا. هذا اللاك متكلف به بلدية عين تريد، وبلدية عين تريد مدينة صغيرة وفقيرة بزاف. طائر الحسون أو كما يسميه الجزائريون بالمقنين، طائر من أجمل الطيور الأليفة ذات الحجم الصغير. منازل مستوحاة من المريخ قابلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة. أكثر التفاصيل في هذه العناوين نستعرضها في فقرة بيئة نيوز. في تفاصيل نشرتنا البيئية نستهلها من جريدة وقت الجزائر التي عنوانت وتذكروا دوما أن البيئة هي عنوان الحياة. إلى اللقاء. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها. إذن عودة إليكم وعودة إلى عبد الغاني وبرنامجه، وشفنا مقتطفات على الأرض الخضراء. عبد الغني واش تحكي لنا على البرنامج؟ على المقتطفات اللي شفناها. في الحقيقة أنه ربما البرنامج الأرض الخضراء من البرامج اللي دعمت بها شبكة قناة الأنس، وكنت سعيد جدا بأن أختار لي أقدم هذا البرنامج اللي يعنى بقضايا البيئة والدفاع عن قضايا البيئة من خلال ما يتناوله الأعداد أو تتناوله الأعداد التي تطرح مشاكل أو اقتراحات جديدة تخص وتعنى بالبيئة. الأرض الخضراء ربما الاسم من الاسم تعرف أنه ربما برنامج يهتم بالجانب الأخضر اللي هي البيئة والغطاء الأخضر اللي هو النبات. كانت فرصة لنا أننا نخوض غمار هذا المجال. صح ومش حاجة سهلة باش تتكلم عن البيئة، لكن الواجب اللي ربما اليوم كما نشوفه يعني تدهور البيئة، خروج المواطن عن ثقافة البيئة، ثقافة الحفاظ عن المحيط، الابتعاد أو عدم تلوث المحيط، هذه كلها جعلتنا نخوض غمار هذا البرنامج اللي يعنى بالبيئة، الأرض الخضراء. الأرض الخضراء اللي هو برنامج يحتوي ربما على مدة تقارب النصف ساعة، يسلط الضوء من خلال الروبورتاج العدد على قضية معينة، وبعدها فيه أركان أخرى. خيرنا أنه لما نتكلم على البيئة كذلك نتكلم على الجانب اللي هم الحيوانات، الحيوان اللي ربما هو كذلك من بين الأشياء اللي تعمل على التوازن الإيكولوجي في الطبيعة. كان عندنا الركن الأليف، في كل مرة نختار حيوان أليف ربما هو صديق للإنسان، صديق يحتاجه الإنسان في يومياته، ونتكلم عليه في شكل وثائقي. كذلك عندنا فقرة أخبار البيئة اللي هي يعني مزجت بين الجانب الإخباري والجانب الجانب البيئي، بمعنى تسليط الضوء على البيئة بمختلف الأخبار اللي تتناولها الجرائد والمواقع وحتى الجمعيات اللي راهي اليوم راهي تلعب دور كبير في البيئة. وفي الختام عندنا برنامج إرشادات، ركن إرشادات خضراء اللي يعطي أفكار وحلول خضراء، حلول صديقة للبيئة، يعني من أشياء لا شيء نصنع أشياء أخرى نستغلها، وهذه هي فكرة الأرض الخضراء. حقيقة أنه البرنامج ماش ما عندوش يعني عدد، في يعني في العدد الثالث، لكن العدد الثالث والرابع، لكن يعني حقيقة لقى تجاوب كبير من طرف المتابعين، وخاصة الجمعيات البيئية اللي بمجرد أنها تابعت الحلقة الأولى كانت فيه يعني التقيت عدة رسائل سواء على الحساب الخاص ولا على حساب القناة من خلال التعليقات. لاحق لك الأرض الخضراء ونحكي عليها ملاح. نعم. أنا حبيت برك أنا والمشاهدين تعرفنا بعبد الغني بلاش وكيف كانت بدايته في الإعلام. يعني عبد الغني بلاش نتكلم على قبل الأنيس ولا في الأنيس؟ في الإعلام. عبد الغني بلاش خريج معهد الإعلام بجامعة البليدة 2، ماستر 2 وسائل الإعلام والمجتمع.
حقيقة أن حبي للصحافة جعلني أنه في بداية السنوات الأولى أني أتخلى عن تخصصي، لأني كنت في الثانوية كنت نقرأ لغات، يعني أدرس لغات، وسنتي الأولى في الجامعة كانت اللغة الفرنسية بحكم أني تخصصت في اللغات، لكن حبي للصحافة خلاني أخوض غمار الصحافة بعد ما تم إدراج الصحافة في الجامعة بداخلي، لأنه كما يعرف الجميع أنه انطلاق معهد الصحافة كان في العاصمة هنا، وكان يعني حاجة قليلة باش في ولايات أخرى. ولما فتحت الصحافة يعني متخصص الصحافة في جامعة بداخلي كنت سنة ثانية فرنسية، وتحديت يعني هذه الامور اني تخليت عن سنه يعني دراسه في السنه الثانيه وقمت بالتحويل مباشره. يعني العائله ربما في البدايه كانت رفضت الامر، قال لك كيفاه سنه ثانيه حتى تبقى سنه اولى صحافه، لكن انا كانت مام في يعني في ايامات الليسي والسيام يعني في الثانويه والمتوسط كانت عندي يعني رغبه في الصحافه بحكم اني كانت عندنا نوادي في المتوسطه في الثانويه اللي تتكلم او اللي تخلينا نشاركوا من خلال إذاعة الثانوية. كانت عندنا إذاعة تبث يعني ميكروفونيا، يعني ما عندهاش أثير، يعني تبث كما نقولوا احنا بلي باف في الساحة في الساحة، وكانوا يسمعوها يعني طلبة والتلاميذ، وكانوا يتفاعلوا من خلال مواضيع. كنا نديروا خروج نهار التعلم، كنا نتكلموا على أخبار يعني اللي تهم طلبة البكالوريا، المواضيع كانت يعني فيه حاجات كثيرة. بعدها لما اخترت التخصص ودخلت في الإعلام، يعني دخلت في معهد الإعلام، كان تخصص تاعي هو الصحافة المكتوبة، وقريت سنة يعني 3 سنوات في ليسانس، وبعدها تخصصت في الاتصال الجماهيري في الماستر، وبعدها كانت عندي تجربة في عدة جرائد وطنية بما جرائد دون ذكر أسمائها، وبعدها التحقت بالإذاعة الوطنية الجهوية بالبوليدة، ومن ثم التحقت أردت يعني أحببت خوض تجربة السمع البصري بحكم أنه هو التخصص اللي ربما نطاقه أشمل ورسالته أوسع، خصوصا مع التحديات التي تفرضها اليوم واقع الإعلام في الجزائر. أخذت تجربة وكانت الأنيس أول ربما قناة اللي فتحت. تحكي لنا تجربتك مع الأنيس. مع الأنيس. الأنيس كانت صعبة. أنيس تجربة ربما تقارب مازال ما وصلتش عام، بديت أنا في رمضان والحمد لله اليوم راني قريب ندور قريب كما يقولوا قريب نديروا عام يعني، والحمد لله يعني صبت جو عائلي، جو مناسب للعمل، مام يعني طرحت المواضيع يعني تاع الانيس يعني قناه اللي ممكن العائله كلها تتابعها، قناه محافظه تربويه مواضيعها ابداعيه، هذا الشيء اللي خلاني ربما اكثر يعني كنت شفتوا احنا الدليل انه اليوم في هذا اللقاء انا نعيش اجواء عائليه اكثر منها ربما طبعًا. يعني اليوم في 2019 من اجمل لحظاتي ربما في 2019 هي الانيس الانيس، تعرفت فيها معاه، تعرفت فيها اندلسي، الطاقم يعني راهو في الخفاء، كريم، عبد الرحيم، امين، كلهم، هواري، احمد، الجميع يعني مام الزميلات اللي كانوا صباح يعني مريم وسارة والأخوات، يعني كل هذه كانت من بين الحصاد اللي ربما أفتخر لي في نفسي لسنة 2019 بما فيهم الأنس. جميل، الله يبارك بارك فيك. نعود نولو فقط البرنامج الأرض الخضراء. يعني كيفاش المواضيع تاعك تختارهم؟ هل يتصلوا بك ام انك انت اللي تحوس على هي حقيقه انه فكره البرنامج جاءت مع ادراج وفتح المجال للمراسلين، ونوجه تحيه لكل مراسلي قناه الانيس اللي متواجدين على براو كل ربع الوطن، انه شفت انه المراسل الصحفي يقدر يوصل بزاف معلومات اللي تكون داخل الجزائر العميقه في الولايات يعني داخل الوطن. صحيح. ولهذا انا ركزت على الجانب البيئي من خلال المراسل، بمعنى انه المراسل هو اللي حيبادر بطرح الموضوع، انا نعطيهم الفكره انه لازم يكون التناول تاع الموضوع يكون فيه كل الاطراف ويعالج قضيه ما في البيئه، سواء تلوث، سواء ما بديش انا كنا الحلقه الاولى هضرنا على تلوث البحيرات، الحلقه الثانيه على سكالة النفايات، وشفنا نموذج على يعني فئه شبانيه في الجامعه اللي قدرت ترسك يعني النفايات ردها الى مواد بناء صالحه، وهذه اشياء ماشي انا اللي اقترحوها المراسلين وانا تبنيتها مع التوجيه ويعني النصح اللي نقدمه لهم واللي هما كذلك يقوموا به والمجهود، ونوجه لهم تحيه كبيره. هذه هي يعني انتقاء المواضيع يدرج ربما بنسبه كبيره استنادا للمراسل، يعني المراسل هو اللي راح يكون في الميدان. والروبورتاج تقريبا كما راكم تشوفوا الروبورتاجات هي روبورتاجات يعني عمل خالص تاع المراسل. مبني على المراسل. نعم.
لو يقيم لنا عبد الغني نفسه في الأرض الخضراء ماذا سيقول؟ في الحقيقة أنا ما أقولش نقيم، يعني المشاهد هو اللي يقيم الخدمة دي. يعني أنا راح نسي نقدم، ما كاش واحد ما نظنش أنه أي واحد راح يقدم برنامج يخدمه هكا كوبر، بالعكس سورتو إذا كان نحبه راح يسي يعطي لو ماكس ديالو، يعطي الأفضل ديالو باش يكون في المستوى. احنا نتمنينا انه يكون في المستوى. وزيد نذكروا انه التحدي الكبير اللي موجود في قناه الانس هو ربما كيفاش نقولوا الحقوق تاع الصوره، يعني الصوت والصوره، يعني كما يعرفوا لانه الانس تستعمل الا اللحن. هذا تحدي من اكبر التحديات اللي رانا نواجهها في الانس، هي انه نستعملوا اللحن ما استعملوش الموسيقى. لهذا بحكم انه قناه محافظه وقناه لا تروج للنوتات الموسيقيه، هذا في حد ذاته تحدي. وكما راكم تشوفوا حتى طابع القناه، حتى طابع برنامج الارض الخضراء راعى هذه الخصوصيه، وحاولنا ما نخرجوش من السياق او من خط الافتتاح للقناه او الهويه الموسيقيه، الهويه الموسيقيه تاع القناه اللي تستعمل الا اللحن وتبتعد كلها على النوتات الموسيقيه. هذا هو التحدي الكبير. ان شاء الله نكون وفقنا، وان شاء الله المشاهد اللي راه يتابعنا هو بحكم انه مازال ثلاث حلقات، انا درنا ثلاث اعداد، ان شاء الله نتمنى وان شاء الله نذكروا فقط ان الارض الخضراء تمر كل يوم احد على الساعه 8 غربة كل يوم احد. اذا المشاهدين نذهب الى فاصل ونعود. ما سيناكش اندريوس نعود نوليو لك فاصل ونعود. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الفقرة اللي نستضيف معي فيها عبد الغني بلاش والأندلسي الصحفي الأنيس. بعد ما شفنا بلاش في الفقرة الأولى، الآن نذهب إلى محمد الأمين الأندلسي. يا أهلا يا مرحبا، أهلا بك أندلسي من جديد. أهلا وسهلا. محمد الأمين الأندلسي، أنت معروف في الأنيس بربما أمور سياسية أكثر، أنت في برنامجك المرصد. ونخلي الذي نذهب نشوفه قبل ونعود نقول لك، شوفوا فيديو عن المرصد ونعود. مشاهدينا الافاضل، اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم، اهلا بكم في هذا العدد الجديد من المرصد. اذا هذا الجو الان الذي اصبحت تعيشه المدرسه سببه هو هذه الاجراءات وهذه التعليمات الفوقيه. الان اكثر من 1800 بلاغ اتصل غالبيتها بالمشاركه في التظاهرات. لكن ان نقول في تاطير الحراك نفصل، ما هي التاطير؟ اذا كان التاطير عن طريق التوعيه، عن طريق التوجيه. إذا مشاهدينا، بعد ما تعرفنا على محمد الأمين الأندلسي وعلى برنامجه المرصد في موسمه الثاني والذي سيكون إن شاء الله في 2020 بموسمه الثالث، فاش تفكرك من الخطافات في 2019؟ والله أولا البروم، وأنا أحيي المخرج من مدينة قسنطينة التي أحبها جدا، بديع مصفصاف الذي ربما كان أعطاه لمسة إبداعية، فكرتني بالأيام اللي كنا نصور فيها البرومو، كانت بعشية أعتقد، بعشية، فأردنا نصوب برومو لأنه كنا نحتاج برومو للموسم الجديد. وهو كان جانا من قسنطينة خصيصا سي بديع، نحييه مرة أخرى من أجل إنتاج هذا العمل، ففكرني ربما رجعتني في سنتين إلى الماضي. يعني كان نقدم شوية. لو تكلمنا بصفة مختصرة عن بطاقة تعريفية عن برنامج المرصد لموسميه، يعني المرصد و حصة تعنى بالشأن المحلي والدولي، فيها قسمين المحلي والدولي. دائما نأخذ أهم الأحداث، هو حصة أسبوعية، نأخذ أهم الأحداث اللي صارت في الأسبوع، نأخذ كأخبار نقدمها، ثم ندو موضوع اللي أثار الرأي العام، صنع الحدث صنع الجدل، ونناقشه في شق المحلي، ثم نروحوا نفس الشيء للجانب الدولي، نشوفوا أهم الأحداث الدولية، ومن بعد ندو موضوع في الدولية ترفق الضيف، سواء يكون حاضر معنا أم إذا كان خارج الوطن فيكون عبر أحد التطبيقات أو عبر الهاتف إن لم نوفق إلى ذلك. الفكرة هذه هي تعالى المرصد، أنه الأنيس تفتح باعتبار أنها قناة الأنيس هي قناة تحاول أن تكون ذات طابع إعلامي هادف، تقدم رسالة، ومن صميم الأنيس أنها ربما تختلف عن الكثير من القنوات باعتبار أنها رسالية وتقدم إعلام هادف. حتى ربما لما فتحنا
وفتحت الحصة المرصد اللي ادى طابع سياسي باعتبار أنه عندما تحدثوا عن الجانب المحلي فنلقاو بأنه عنده ارتباطات سياسية، فلما فتحت هذا المجال بغيت أنها تقدم الرسالة الحقيقية للجانب السياسي في الجزائر أو حتى في الخارج، والطريقة معالجة المواضيع تكون مختلفة، أننا نعالج من أجل أن نوصل معلومة، من أجل أن نصنع وعي، نعالج من أجل ربما أن نحط الإصبع على 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 المواضيع المهمة حساسة الحساسة، نبتعد عن الهوامش، نذهب عن 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 المواضيع التي تعنى بالهوية، المواضيع التي تهنى بالمواطن الجزائري كجزائري، عن المواضيع الإقليمية اللي تهمنا احنا من 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 صميم عقيدتنا، من صميم اهتماماتنا، من صميم هويتنا. فكان الطرح من هذا الباب، فحاولنا من خلال موسمين، والموسم الثالث سيكون سنة 2020 وان شاء الله راح نقدموا فيه الأفضل، فمن خلال موسمين حاولنا نقدموا هذه الرسالة. شكرا. فباختصار ربما هذه الفكرة اللي جت على أساسها حصة المرصد. شكرا أندلسي. ماذا لو عرفنا أندلسي عن نفسه قبل الأنيس؟ كيف كانت بداياتك؟ كيف كانت بداية الأنيس في الإعلام؟ أنا من الناس اللي ما حبوش يتكلموا على نفسهم ويخلي العامة اللي يتكلم عليه، ولا الناس يتكلموا عليهم، لكن في سياق الحديث ربما ندرج بعض التفاصيل، لأنه أنا غاوي إعلام من بكري وناشط جمعوي في اللجان الإعلامية اللي بالمناسبة أحيي جمعية جزائر الخير اللي نشط فيها كثيرا، سواء في مدينة وهران عندما كنا في مدينة وهران أو هنا في العاصمة وما زلت أنشط، وكنت ضمن اللجان الإعلامية، وأيضا كنا نشط في التنشيط الأمسيات الثقافية، الأمسيات الشعرية، الأمسيات القرآنية، فتجولت كثيرا في مسارح ودور سينما وهران، وربما مدينة وهران لها وقع كبير علي، لأن ربما هي من كانت الدافع، هي من كونتني، هي من أعطتني الفرصة حتى ربما أخوض هذا المجال الإعلامي. ثم ربما أنا تخصص الجامعي كان بعيد نوعا ما عن الإعلام، لكن ميولاتي أدبية من أيام الإكمالي، من أيام الإكمالي والثانوي، فكانت ميولاتي أدبية شعرية أكثر منها كاتب، يعني ربما عندي كاتب حاول الكتابة في الشعر والخواطر. تخصصي ربما هذا جزئية ربما لأول مرة أصرح بها الإعلان، لأن تخصصي أنا في الجامعة كان إعلام آلي، انفورماتيك ماستر إعلام آلي، خريج جامعة وهران، لكن حبي للإعلام خلاني رجعت للإعلام، فكانت الرغبة وكانت الدافع، لكن ما يكفيش راك تعرف، لأن الأمور ما تكويش، التكوين القاعدي ضروري والأمور النظرية ضرورية، فرجعت أنه أخذت تكوين في الجانب الصحفي، تكوين تطبيقي وحتى تكوين نظري، فكانت من هنا البداية، كانت من هنا الانطلاقة، كانت لي تجربة مع قناة أخرى هنا في الجزائر، اشتغلت معهم حوالي سنة، كانت عندي حصة تعنى باستضافة فنانين مختلفين أو شخصيات، نشطت على مستوى ولاية وهران فاستضفت العديد من الشخصيات من ولاية وهران، ثم التحقت بقناة الأنيس وما زلني معها لحد اليوم. بالأنيس نكمل في الأنيس. أنا. أنيس كيف كانت البداية تاعك وكيفاش تحكينا تجربتك فيها، صعبة سهلة؟ تفضل. هو خليني نقول أنه توفيق من الله، نقول لك كنت مخطط أني اليوم نكون في الأنيس، نكذب عليك، نقول لك أني زعما كنت نتصور قبل سنة من التحق الأنيس أني نكون في الأنيس، نكذب عليك، توفيق من الله ودعوة الوالدين اللي نوجه لهم تحية، الوالد والوالدة الكريمة اللي دائما يدعموني بالدعاء والدعم المعنوي. هي من شعر صدفة أو أقدار أو رمضان 2017 كنت يعني شو ديك صدفة أنت في رمضان 2017 هو في رمضان 2017 سبحان الله رمضان 2017 كنت راح نشارك في حصة كان يعدها زميل أزهر الجزائري نحييه بالمناسبة، وكنت راح نشارك معه في فقرة خاصة أنه نتناول مواضيع اجتماعية اللي هي سلوكات المواطن الجزائري في رمضان، كنت كضيف دائم يعني ومنشط لهذه الفقرة، فكنا سجلنا حلقة تجريبية أيام قبل رمضان أعتقد أسبوع أو 10 أيام قبل رمضان من أجل أنه نبدأ نشرع فيها وتكون نسجلوها في أيام رمضان. ففي الحلقة التجريبية تم اقتراح علي في الاستوديو الأنيس اللي كنا في وهران
اني نكون ضمن نقدم حصه المرصد. المرصد كانوا مازال ما خيرولهاش الاسم، لكن كانت كفكره انها تكون حصه سياسيه كما عرفتها تعنى بالجانب المحلي والدولي. انا الفكره والهدف والمقترح عجبني كوني كان يقترب الى اهتماماتي وخلفياتي، ربما سواء سياسيه او المجتمعيه او حتى في المجتمع المدني، فعجبتني الفكره. فدرنا بعد ايام درنا حلقه تجريبيه، وبعدها ربما عجبهم الطرح، عجبهم التقديم، وانا عجبتني الفكره. فمن هنا بدات الحكايه، بدات المغامره. انا ما زلت نسميها لحد الان المغامره في المرصد. المغامره في المرصد. فمن هنا بدات حياتي مع الانيس، فانتقلت واستقريت مع الانيس الى حد اليوم. التجربه كيف كانت مع الانيس؟ انا لما اتفكر البدايه دائما ما ابتسم واضحك. كانت بدايه جميله جدا مع الانيس التي استقبلتني كما قال عبد الغني كلمه ربما انا نعودها، استقبلتني كفرد من العائله. الانيس احتوتنا، الانيس رات، اعتقد انه رات المواهب في صحفيها، في حتى في الجانب التقني وتقنيها اللي نحييهم بالمناسبه، طاقم اللي راه يعمل معنا، فحاولت تستثمر في القدرات الفرديه البشريه بعيدا عن الحسابات اللي ربما حسابات الاقصاء، فكانت نافذه. والحمد لله اتمنى اننا كنا على قدر المسؤوليه وقدمنا كل ما يمكن ان نقدمه، وما زال ان شاء الله في المستقبل نقدم اكثر. اذا البدايه كانت من المرصد في موسمه الاول، ثم الثاني، ثم الموسم الثاني، والثالث ان شاء الله، ثم الثالث ان شاء الله. كيف التحضيرات تاع الحلقات تاع المرصد، كيف تكون كيف تخير المواضيع؟ هي المرصد تبث اخر الاسبوع الخميس، تسجيل في العاده يكون الاربعاء مساء، اعتذر، اول خميس صباحا. الاعداد يكون على طول الاسبوع تقريبا من يوم الاحد الى يوم الاربعاء صباحا، يعني يجمع احداث الاسبوعيه كامله. نتابع، انا بصفه شخصيه نتابع اهم الاحداث في الجانب المحلي والدولي، ونسجل الاحداث، فاختار موضوع في المحلي وموضوع في الدولي، واقترحه على 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 الاداره، على المدير التنفيذي. في العاده يوافقوا على طول، لانه كنا متفقين على الشكل العام للمواضيع اللي تخدم الخط الافتتاحي واللي تخدم المشاهد الكريم وتخدمنا ككل كجزائريين. فيتم تبني المواضيع يوم قبل التسجيل، يعني تقريبا يوم الثلاثاء انهي الاعداد الكلي، اضبط انسق مع الضيوف في المحلي في الدولي، اؤكد معهم المواعيد، اؤكد مع جاهزيه الاستوديو، الامور التقنيه راك تعرفها، حتى ربما تضمن انه ما يصراوناش المشاكل. تكون احيانا صعوبات، لانه صعوبات كانت في الجانب المحلي قبل 2019. الجانب المحلي المواضيع كانت احنا نسموها مواضيع ميته في اللغه الاعلاميه، علاه ميته؟ لانه ما كانش جديد، فتجد صعوبه انك تبحث تنبش على المواضيع المهمه التي تهم المشاهد والمواطن الجزائري وتقدم له فيها افاده. فما نقترحش موضوع من اجل موضوع ينتظرك فيه المشاهد كاسبوع، تقترح له موضوع اللي من اجل ملء الشبكه. فكانت الصعوبه هنا تجذب المشاهد، فكانت كان ركود نوعا ما. فالصعوبه كانت تقريبا في الجانب المحلي، ما كان يطلب ربما بذل جهد مضاعف انك تنقب في الجرائد، تنقب في الاحداث في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الاصدقاء الزملاء الصحفيين، تستشير، فكان ياخذ الكثير من الجهد. لكن مع 2019 ربما تحسنت الاوضاع، خاصه انه حدث فيها الحراك السياسي، ما عطانا فسحه، اسهل اختيار المواضيع. لا، فما تقدرش تخرج على الطابع، ما تقدرش تخرج على الطابع اللي يفرض الواقع، لانك المشاهد يطلب انه يجاوبوا على تساؤلاتهم. هو يشوف الحراك، يتساءل ما هو الحراك، الى اين يمكن ان يصل الحراك. فانت ضروري انك تعطيه نظريه هذه التلقي، جدليه المتلقي، انك تحاول ان تعطيه اجابات، تحاول ان تقدم له الحلول. اما الجانب الدولي فكان تقريبا اسهل، لانه الدولي متحرك اكثر، مواضيع مهمه، قضيه فلسطينيه، ما حدث في الوطن العربي، خاصه مصر، ثم سوريا، ليبيا، تركيا، خاصه امريكا
فيها سياسة متحركة أيضا، الجزيرة الكورية ما حدث معها، الكثير من مواضيع الاتحاد الأوروبي. فكنا نحاول أننا ننوع ونأخذ من كل قارة، نأخذ من كل بلد بالتركيز على القضية الفلسطينية والقضايا اللي ربما اللي هي من صميم توجه القناة الأنيس. وطبعا نأخذ اقتراحات المشاهدين اللي كنا نطرحها تقريبا كل أسبوع، سواء في حسابي الخاص أو في حساب القناة، أنه كل أسبوع نفتح مجال أنه المتابع المشاهد أنه يقترح ويكون جزء هو من إعداد الحصة. جميل. هذه ربما حكينا بزاف الأمور الجدية. أيوة. معكم عبد الغني، زميل عبد الغني. الآن أنا وجدت فيديو، أنا وفريق تقني، فيديو عن الكواليس للأندلسي وعبد الغني بلاش. نذهب نشوفوا الفيديو ونعود نقوله. لا تقف في بداية الطريق إن وجدت صخرة فهذا حلق دم البرانة بعد. مكان شاكتيبي. أصبر الشمس، الشمس راح مني. لقاءات تغطيتنا للصالون الدولي لكتاب سيلة 2019 متواصل، لقاءاتنا متواصلة. هذه المرة أسعد باستضافة قامة في أسرة التربية والتعليم. من أكثر الأشياء التي تشكل خطورة على التوازن الإيكولوجي هو انقراض بعض الحيوانات النادرة، خاصة منها الأليفة مثل دبابة الباندا. باندا باندا اسكت. مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، تحية طيبة. بطلني شاه بدرك. مازال غمايلة، مازال بدرك. ما تخبى ما تخبى راح. مازال جيت الرك. واحد زوج جديد. هايك يا غاني، عبد الغاني. اتونسيون سكات. في كل مرة تشتري فيها أدوات جديدة، واش نشوف؟ يحق تدم دخل لك وجوبيش تقوبيش عاود تجري ريدك من فوق هكا. اي رجليها، رجليها عليه هو، خليه يخرج رجليها عليه ومن بعد ادور. والله اخرج اخرج. يروح هاي خلاص، هي من رجليها. يروح روح هاي روح عاود اسنى تخبى. هاي روح جيت الطفل هذاك، جيت الطفل هذاك اللي سرق لامي الحلوه وجاي يتلبد يخرج يا بنت امي. خرج يدير لنا حقله بشويه. هاي روح راح. في كل مرة تشتري فيها أغراضا جديدة إلا وتجد نفسك ترغي بأغلفتها وعلب الكرتون التي توجد فيها. لحي دخل الشخص. هذا راح. بعد طيف الدوليات. تلقونا. ألو السلام عليكم. لا لا كي طيحوا دور، كي طيحوا دور، كي طيحوا دور. كي ندير لك هكذا يا رب. ارتفاع غير مسبوق في درجات الحراره. الحمد لله. اهلا وتحيه، قولوا له عيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير. عيد سعيد لك سنجول السبيدي. إذن عودة مجددة مشاهدينا الأفاضل، بعد ما شفنا الفيديو للكواليس اللي شفنا الجانب الغير جدي لعبد الغني وأندلوسي، خاصة أندلوسي احكي لي عليها هذيك. والله هو أنا في المرصد، هذه في المرصد، مرصد هذا الموسم الثاني بزاف
انا قريت تعليق في المنشور اللي حطيناه في الصفحه انه يعلقوا على مقدمه قناه الانيس، تعليق اللي وعد انه اول مره نشوف الاندلس يضحك في الصوره اللي حطيتها. فالمشاهد يعتقد انه انك لما تجي في الشاشه فهذيك هي صورتك انت الحقيقيه، لكن في الغالب انه طبيعه البرنامج تفرض ذلك ذلك السمت. ف يعطيك الصحة معافاك وجبت لنا الكواليس. خلينا نعلق برك على لقطة لازم نعلق عليها تاع الهاتف الهاتف واعتقد كانت مع في الدولي دقائق قبل ان ندخلوا في التسجيل. انا في العادة نعيط يعني الضيف اني ناكد معهم، وكان ضيف راح نستضيفه هاتفيا فعيط له دقائق اني نستضيفه ونسيت بلي كاين الكاميرات وكان داير الرنة جونيكي بعد ما رفض السلام عليكم تاع مزالك وكان داير الرنة تاع الفريق الوطني ولا مش عارف تفاعلت معها جات يعني بشكل عفوي هكا جميل رائع. يعطيك الصحة على هذا عبد الغني، نولي لعبد الغني حتى عبد الغني عنده عبد الغني. يعني انا ركزت لي بالك في الكواليس ركزوا على الارض الخضراء بزاف. انا حبيت تحكي لي فقط على هذيك تاع العيد، وش صار مع الخرج ضحكتي وقاع كان عيد كان المخرج كان يعني قبل ما ننتهي يقول لي بقى دقيقه وتكمل بقى دقيقه وتكمل، وانا ما كنت نسمع له. انا كملت من بعد كي كملت سكت. اي هو نستنى فيه انا كي يكمل باش يعطيني الكوبي يعني باش يقول لي الكوبي. بقيت نستنى شغل واسكار كي ما حش نسمع له قطع يستنى نستنى ولا شوف كي شافوا لي مع تفاعلنا هذا بدا يضحكوا. اما فيما يخص تعليق يعني الكواليس، الحاجه الاولى انه يعني في كل يعني مش غير في الارض الخضراء ولا في اي تصوير، مهما هنا في اليوم عندنا كواليس كواليس على كل مشاهد نقول لهم الكواليس راح يفهم بزاف صوالح يعني على الجانب الاخر في الارض الخضراء. انا عندي في التصوير ومراتبه الصوت عندي عبد الرحيم دائما يرافقني هو في التصوير وكريم في متابعه الصوت، وكريم من الناس اللي يحبوا يعطيك يعني اللي يزيدي دير هكا تخبى اخرج دشتو السجرة هذيك قالك الغميضة ما خزرت هكا مثلا في الحلقة هذيك في الحلقة الثانية تاع الأرض الخضراء قال لي راح في الخريف قال لي نديروا الورق يطيح وانت تهدر يعني حتى يعرف المشاهد انه مش ليس من السهل انك تنتج حصة وحلقة وحتى 10 دقائق يعني حتى القاعدة اللي رانا هنا ربما فيها مجهود فيها تقني فيها فيها تعب فيها ضغط. انا في العاده قبل ما نبدا الحصه ففي الكواليس الكثير منها الحمد لله اللي ما درتهاش تشوب لي تصرفات خليته 2020 تقول التصرفات هذا لا يدير هكا في الصوره يبان انسان يعني سوي، لكن احيانا الضغوطات تخليك ربما حتى ربما حتى الفريق يندمج معك وربما يعطيك اكثر، وحتى انه انت تفرغ هذيك الشحنه افضل ما عندك ثاني ايضا فتجي هكا هذه الامور. احنا كنا وضعنا صبر اراء على صفحه الفيسبوك لقناه الانيس حول عبد الغني ورسالات عبد الغني واندلسي، ما رايكم لو نقرا بعض التعليقات؟ تفضل علينا نسمع ربما المشاهد. عبد القادر حطاب اللي يقول انا من متتبعي قناه الانيس فضائيه، كل قناه لها عميد شاشتها وعميد شاشه الانيس هو المتالق عبد الغني في اللايف. حقيقه شفت اعماله في كذا الوان اعلاميه واخرها برنامج الارض الخضراء، خسارته هي خسارة القناة، أتمنى له التوفيق ولكل صحفي وموظفي قناة الأنيس الفضائية. إن شاء الله. والله شوف ما تقريبا متابعي الصفحة ومتابعي القناة تقريبا هم أكثر منهم أصدقاء كما عبد القادر حطاب من الناس اللي نعرفهم يعني هم اللي يتابعوا القناة ويتابعوا أعمال يعني كما نقولوا كل منشط أو كل كما القناة عندها جمهور، المنشطين عندهم جمهورهم اللي يتبعهم على حساب الميول إذا كانت سياسية أو رياضية. عبد القادر حطاب من بين الزملاء في الجامعة اللي يتابعوا القناة ونوجه له تحية ونقول له يعطيك الصحة على التعليق وإن شاء الله كونوا عند حسن ظنكم. إن شاء الله إن شاء الله. هذا اسمه علي بوالباني. تحية كبيرة لأستاذي عبد الغني بلاش الذي كان وما زال قدوتي في العمل الإعلامي، فله كل الفضل فيما أنا عليه الآن، وهو بمثابة مكسب كبير لقناة الأنيس التي دعمت بموهبة نادرة في جميع ميادين الإعلام،
من تنشيط وتقديم برامج ومونتاج وحتى تقديم الحصص الإذاعية. هذا يعرفك ربما من هو. علي أبو علباني هو الرئيس الحالي لنادي نادي إعلامي أسسته في الجامعة. كان أنا قبلنا في الجامعة كنت عندي تخصص إعلام، كان عندنا نادي اسمه نادي شعاعات الإعلام، نوجه لهم تحية كبيرة كبيرة لهم بما فيها رئيس النادي اللي له خير الخلف فيما يقولوا. صح انه احنا قبل ما نعيشوا تجربه الاعلام الحقيقي كنا نعيشوا تجربه الاعلام التجريبي في الجامعه. كانت عندنا فضاء انه اذاعه الكترونيه وقناه الكترونيه تبث على اليوتيوب. كانت هذه فرصه اننا نتعرفوا بناس ونعلموا ناس ويتعلموا منهم، وبما فيهم علي ابو علباني اللي راهو الان راهو في بلاصتنا. يعني كنت انا رئيس نادي في ايام الدراسه، اليوم هو راه على مشارف التخرج، ولي راه نتمنى له ان شاء الله التوفيق والنجاح ونقول له الصحه ودمت وفيا لنا ولقناة الانس ان شاء الله. هناك تعليق اخر، حنان سالم، كل التوفيق محمد الامير الاندلسي من خيارة الصحفيه. حنان زميله صحفيه، حنان ربما من بين انشط الصحفيين، تشتغل حاليا في الصحافه الالكترونيه، صحفية ناشطة جدا، تكتب تتابع، ربما تحية متبادلة إليها، تحية أخوية وتحية زملاء، ربنا ينجحها هي وكل الذين يشتغلون في ميدان الصحافة. وإحنا نعرف الصحافة في الجزائر الصعوبات اللي تواجهها، خاصة أن ربما مازال ما استقرتش على قانون ربما للسمع البصري. فتحية كبيرة لكل الصحفيين في الجزائر لأنهم فعلا مناضلين، وقبل ما يكونوا صحفيين، وخاصة أنه في الفترة الأخيرة هناك رفض كبير للجانب الإعلامي لما تعرض له. فتحية كبيرة لكل الناشطين في الإعلام دون أن أستثني أي أحد. جميل. نقرأ تعليق آخر، مايا مومو، للنجاح أناس يقدرون معنا وللإبداع أناس يحصدونه، إذا نقدر جهودك المضنية فأنت أهل للشكر والتقدير، فوجب علينا تقديرك، فلك منا كل الثناء والتقدير يا محمد الأمير الأندلسي، كل ذلك عليك. مايا هي صديقة وزميلة من مدينة عنابة، لنوجه تحية إلى مدينة عنابة، كل سكان مدينة بونا، عنابة الجميلة بمناظرها. والله نحن من أجل هذا نقدم الأفضل، ورسائل تحفيزية من هذه تدفعنا دائما أنه على قدر أنها تفرحنا، على قدر ما أنه تعطينا مسؤولية كبيرة، لانه الاعلام والكلمه راهي مسؤوليه، مش مجرد انك تطلع قدام الكاميرا وتقول يلا انت اعلامي صحفي. حتى كلمه اعلامي انا ما نحبش يقولوا لي اعلامي لانها مسؤوليه كبيره، ولانه الاعلامي شيء كبير ورصيد كبير، وين نبان انا مع الاعلاميين الكبار اللي مروا في تاريخ الجزائر وما زالوا يمروا، فهي مسؤوليه كبيره، والمشاهدين يزيدوا ربما يحملون مسؤوليه اكبر، وفي نفس الوقت انه يعطينا تحفيز. أنا صحيح. وكل الزملاء يعطينا تحفيز أننا الحمد لله قدمنا، والحمد لله أنه ما زال إن شاء الله قدرنا الرض ولو فئة صغيرة، ويحفز أننا نزيد نقدم أكثر، لأنه الصحفي حتى إنسان يتعب يمل يكره، خاصة في جو مشحون إعلامي في الجزائر اللي ما لا يخفى على أحد، يمل يكره أحيانا يقول نحبس لأنه الإعلام في الجزائر ربما لا يقدر. لكن رسائل مثل هذه، تحية إلى مايا مرة أخرى، أنها تعطينا تحفيز أكبر. نروح للتعليق الأخير ربما يجمعكم أنتم الاثنين، من خلود، أظن أنها زميلة خلود بمعرفتي المتواضعة بهما فهما مختلفان جدا عن بعضهما البعض، وهذا الاختلاف خلق التنوع في القناة. كل توفيق لزميلين عبد الغني ومحمد الأمين الأندلسي. تفضل عبد الغني. نوجه لها تحية. خلود خلود زميلة مراسلة القناة بولاية تيارت، نوجه لها تحية لها وكل مشاهدينا من ولاية تيارت، يعطيها الصحة. وكما قالت ربما لكل منا بصمته وطريقته وتخصصه، يعني صحيح هو في السياسة تشوفني في أمورات أخرى، ولا في البيئة ولا في أمور أخرى، هذا صح عندها الحق، ونوجه لها تحية كبيرة لها. خلود كانت عندها تجربة ربما معنا على مستوى القناة، ربما مضت معنا تقريبا شهرين وما يقارب 3 أشهر في تجربة كانت معنا مستوى القناة. هي حاليا تنشط باعتبار أنها من سكان ولاية تيارت، لوجه لهم تحية، تنشط كمراسلة في ولاية تيارت، ومن خلالها نوجه تحية أيضا لكل مراسلينا في أزيد من تقريبا 30 31 ولاية تنشط معنا على مستوى قناة الأنيس.
تحية خاصة إلى كل المجهودات التي يبذلونها من أجل أن يكون همزة وصل بين ولايتهم وبين الجزائر ككل. والله ربما كلمات شكر قليلة في حقهم، لأنه تعرف أنه المراسل على غرار كل الصحفيين وتخصصت أنه يبذل مجهود كبيرة، خاصة أنه هو محتك بشكل مباشر مع المواطن، وتعرف أنه المجتمع فيه المليح وفيه الدنيا كما نقوله. فتحية كبيرة لهم من خلال زميلة خلود، وربما شكر لك أيضا معاذ اللي جمعتنا اليوم وأصريت أن نفوتوا معك ما نبقاش برك في مجرد بروتوكولات تقديم حصات تقديم حصة. شكر لك، شكر للزميل عبد الغاني اللي كان معنا بكل خلال الفترة الأخيرة. شكر ربما إلى كل الزملاء اللي مروا معنا في قناة الأنيس وما رهمش معنا اليوم، كل واحد وظروفه، خاص بالذكر الزميل الصحفي محمد سلاس اللي ربما نجبعتني معه الكثير من التجارب، لأنه كان رافقني في تقريبا في الموسم الثاني للمرصد وربما أخذ طريق آخر. تحية له كبيرة، تحية كل الزملاء اللي مروا في الأنيس منذ بدايتها وعلى الأقل منذ أنا اللي عاصرتهم 2017. تحية لهم، ربي ينجحهم في كل مجالاتهم، هناك من مزار في الإعلام، هناك ربما من أخذ، هناك من هو خارج الوطن. تحية كبيرة لهم، وهذه هي نحييهم بالمناسبة. قبل أن نصل إلى نهاية هذه الفقرة، ربما كلمة للزملاء، ونبدأ بك عبد الغني خلال هذه السنة. والله حضر كلمة تاعه، هو ده الكلمة تاعه اللي أنت كلمة بمناسبة نهاية هذه السنة. تحية الأنيس، تحية المدير العام لقناة الأنيس الأستاذ فيصل بن جلالي، المدير التنفيذي، المدير الإنتاج اللي نتمنى واش العودة ميمونة من البقاع المقدسة، نقول له توحشناك بزاف. وأمين يعني لما نتحدث على أمين يعني كسبيسيال، أمين باقي المشاهد ما يعرفش أمين مليح مليح يعني في الخلفيات، لكن أمين هو ربما هو الصديق والأخ، هو اللي وجهنا يعني شخصي تلقى فيه يجمع الكل، تلقى فيه كل الشخص، يدير مونتاج، يدير إخراج، يدير إنتاج، يدير تصوير، وهذا يعني الصحفي شامل في أتم صورة. نوجه له تحية، يعني احنا كان نتقلق وكان نزاف، ولكن هو دائما خاطره كبير، خاطره واسع، غير أمين خاطره واسع. نوجه له تحية لي، أيوة أمين حسين، تحية كبيرة للمصورين اللي دائما معانا، عبد الرحيم يظل يحبني نسمعنا من قبل في الكواليس. تحية لكريم ايضا، كريم التكنيسيان تاعنا تاع الصون، يعني الصون تاعو دائما اسمه فول اتش دي. تحياتنا للجرافيك تاعنا احمد شريف، اللي تشوفوا التصميم تاعو ولا تشوفوا الكونسيبسيون تاع ربما الحصاد كذلك ايضا ولا يخدم معاه. وتحياتنا للهواري بالصوت اللي دائما يشرف على البث ويشرف على الإخراج تاع البرنامج ايضا تاع حصاد اليوم، حصاد اليوم اعداد كبير عليه. نشكرهم على ربما ما قدموه طيلة هذه السنه. تحيه للاستاذه اسيا، تحيه لساره فراش، تحيه لكل الزملاء، فيصل تومي، باش ما ننساش يعني باش ما كلهم باسمه وكلهم بقدره ومقامه وشانه. تحيه لكل مشاهدي قناه الانيس، لانه الانيس بدون مشاهد ماش انيس. نعم. وإن شاء الله نكون دائما حقيقة نمثل أو نجسد معنى الأنيس أو الرفيق الذي يؤنسكم في بيوتكم من خلال شاشات التلفاز أو من خلال الهاتف اللي أصبح اليوم تلفاز متوفر فيه، متوفر فيه كل شيء. هي تحية خاصة لهم وكل من أحب الأنيس وحمل اسم الأنيس، تحية كبيرة لهم وشكر خاص لكم على الاستضافة. نشكرك ثاني. ربما أنا في الأخير مقدمة اعتذاراتي لكل، ربما لأنه احنا عندنا صفحة الفيسبوك اللي نحاول ننشطه من خلالها، ربما أحيانا كثيرا ربما ما نجاوبوش على الرسائل، وإن كنا نحرص بشدة رفقة كل الزملاء أنه نجيب كل التطلعات، أن نلبي التطلعات، لكن أحيانا ربما تسقط منا سهوان رسالة من هنا، إيميل من هنا، ربما صورة من هنا، فنعتذر للجميع لكل ربما لم نرد عليه. نعم. فتحملوا معنا والصبر معنا. أنا أجدد أيضا شكري إلى المدير العام لقناة الأنيس، لأنه ربما افتح لنا الفرصة كشباب كطاقات أننا ربما نثبت قدراتنا وأننا نقول كلمتنا وأننا نساهم في صناعة على الأقل الإعلام الهادف الذي نطمح إليه ونؤسس له خاصة. ونتمنى نتمنى نتمنى أن تكون 2020 سنة الإعلام بامتياز، أن نرى تفتح الحريات، أن تؤسس قاعدة صلبة للإعلام، أن لا يبقى الزملاء الصحفيين يهانون
سواء من طرف الشعب أو من طرف السلطات أو حتى من طرف القوانين، أن يكون الصحفي معزز مكرم. ونقولها كما نقول دائما أن الإعلام ليس جريمة. شكرا شكرا لك، ونتمنى لك إن شاء الله عام سعيد. إن شاء الله لكل الجميع. يظل لك عبد الله، أني كل عام إن شاء الله ألف خير وإن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق، خاصة لك لمينا ونجمنا الصاعد. لا لا مشكرتوني مشكرتوني. راح في الأخير قبل ما ننسى، حتى معاذ عنده حصة في الأدب، هي فروقات اللي حاول من خلالها أنه يقدم طابع جديد، أنه يقدم لنا الفروقات اللغوية. كما تعرفوا أن اللغة العربية بحر كبير، ربما لغة رقم واحد من حيث الرصيد الكلماتي واللغوي. فالأستاذ معاذ حاول أن يقدم بشكل مبسط الفروقات اللغوية ويصلها لنا، حتى احنا استفدنا معك معاذ. يعطيك الصحة ان شاء الله، وان شاء الله نشوفوه في برامج أخرى ان شاء الله. فأسنع عشر خصوصا أنه قناة الأنس يعني طموحها كبير، تعيد تعيد صف طموحها كبير. ان شاء الله نسعى باش نثريه يعني ربما دخلني معك في الأرض الخضر ان شاء الله. دخلك معي في المرصد سيرة جديدة على مرصد الأعلى. إذن مشاهدينا، على بعد الأجواء ننهي هذا العام. مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة وهذه التغطية لنهار اليوم الذي كانت من الصباح اليوم مع أندلوسي، مع سارة فراش. نحييها ونحيي كامل الطاقم التقني وكل الصحفيين والزملاء والمدراء. نصل إلى نهاية هذه الفقرة وهذا اليوم المفتوح. مشاهدينا الأفاضل، نتمنى لكم سنة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.